السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد وشرح جديد إن شاء الله مع مميزات سامسونج جالاكسي مع الأندرويد 10. المميزات ديت إن شاء الله شوية مميزات كده إن شاء الله هنستعرضهم مع بعض، هنجربهم إن شاء الله على جهاز A71 سامسونج جالاكسي A71. يعني هو حوالي 10 12 ميزة كده إن شاء الله، يعني لو مش أقل أو أكتر، هتسهل عليك الاستخدام للموبايل بشكل كبير، وهتحس بجمال الاندرويد اللي هو الاصدار 10 ده. طبعا الكلام ده هيتطبق على اي جهاز فيه اندرويد 10 ان شاء الله يا جماعه. ونبدا ان شاء الله نطبق الشرح النهارده مع جهاز سامسونج زي ما قلت لكم A71. الكلام ده برضه ممكن يبقى مع A51 برضه، ممكن نبقى نعمل له فيديو منفصل خاص بيه. النهارده احنا نطبق على A71 ان شاء الله، ونبدا ان شاء الله مع اول ميزه. طبعا يا جماعه في ناس عندنا يعني اللي اول حاجه عندنا اللي هي لو نزلنا الستاره دي كده هنلاقي ان مفيش، هنا عشان تنزل لازم تنزل الستاره كامله علشان تقدر تعلي الاضاءه او توطيها لو يدوي يعني. فانت لو انت نزلت مره واحده كده هي مش موجوده عندك. طب نقدر نعمل كده ازاي؟ ننزل الشريط كامل وندوس على الثلاث نقط اللي فوق دولت اهمت، تمام، وبعد كده ندوس على تخطيط اللوحه السريعه، تمام، ونبدأ عندنا كلمة عرض السطوع في الأعلى. لو فعلنا الخيار دوت هتطلع لنا الشريط أول حاجة فوق. هنفعل كده ونبدأ ننزل الشريط أو الستارة. احنا كده فيها أصلا، فاحنا اهيت بقت فوق في الأول اهي يا جماعة زي ما انتم شايفين. دي طبعا حاجة سهلة خالص، بدل ما تنزل انت الستارة مرتين انت بتنزلها مرة واحدة وبيبدأ يبقى موجود عندك السطوع أول حاجة تحت الشريط الأدوات على طول. تاني ميزة يا جماعة هنتكلم عنها النهاردة ان شاء الله هي ميزة ناس كتير سألتني عنها بصراحة، اللي هي الاضاءة الجانبية اللي بتظهر مع الاشعارات. ازاي نفعل الميزة ديت؟ اول حاجة هننزل بالستارة كده وندوس على الضبط، تمام، وبعدين ندوس على، بعد كده بتدخل على الشاشة، تنزل لتحت خالص الشاشة الجانبية، تلاقي في حاجة اسمها هنا اهي الشاشة الجانبية، تتك عليها كده، تمام، بيبان قدامنا هنا حاجة اسمها الإضاءة الجانبية اهيت، هي مفعلة دلوقتي. لو دوسنا عليها كده هيطلع نمط الإضاءة. أول حاجة نمط الإضاءة بتدوس عليه كده، بتختار النمط اللي أنت عايزه، بيبان عندك كمان في ال، لو غيرت كده بتلاقي الإضاءة، شوف عاملة ازاي يا جماعة، بتغير الشكل ازاي اهيت، تختار الشكل اللي يريحك خالص وتستخدمه أنت. ساعات ما بيجيلك اشعار او بيجيلك رساله او بيجيلك اي حاجه انت بتختار اللي انت عايزه، تمام، تمام كده يا شباب، بتختار النمط اللي انت عايزه وتعمل تم. بعد كده لما بترجع للخلف كده بتختار التطبيقات اللي انت عايزها تشتغل معاها الخاصيه دي. لو دوست على اختيار التطبيقات دي هتلاقي تطبيق واحد اللي هو بيبان معاه الكلام ده كله. لو حبيت تعمل التطبيقات كلها بتدوس هنا فوق على كل التطبيقات المتوفره، او بتختار التطبيق اللي انت عايز الاضاءه بتشتغل لما يجي لك اشعار منه من التطبيق. كل التطبيقات هتلاقيها موجوده عندك، وتختار التطبيق اللي انت عايزه يدوي، او تختار كل التطبيقات لو انت عاوز يجي لك اضاءه جانبيه مع اي اشعار لاي تطبيق من دول. بعد ما بتخلص اختيار التطبيقات بتاعتك بتختار بقى في اخر اختيار اهوت اللي هو اظهار الاضاءه الجانبيه دائما، هي متظبطه على دائما اهيت. لو انت عاوز تخليها عند تشغيل الشاشه بس ماشي، لو عايز عند ايقاف تشغيل الشاشه ماشي، لكن انا اخليها دائما، تمام. دي بالنسبه للاعدادات بتاع الاضاءه الجانبيه. الميزه اللي بعد كده يا جماعه اللي هي الالوان بقى اللي هي بتاعت الشاشه ديت، ازاي نخليها زاهيه، او عشان نقدر نستفيد طبعا الامكانيات الكبيره بتاعت الشاشه بتاعتنا اللي هي السوبر امولد الخرافيه دي، والالوان بتاعتها الزاهيه الجميله دي، ازاي ان احنا بنظبط الشاشه بانها تدينا اجمل الوان او احسن اضاءه او احسن وضع للصور اللي بتظهر، او الخلفيات بتاعتنا هي بتبقى جايه اصلا مظبوطه على وضع طبيعي، فاحنا هنظبط وضع اللي هو ايه اللي هو زاهيه اللي احنا عايزينها تبقى يعني افضل واجمل من الطبيعيه. فاحنا بنعمل ازاي الميزه دي؟ بننزل بالستاره وندوس على الضبط، بعد كده بندوس على الشاشه، تمام، وبعد كده نختار وضع الشاشه. وضع الشاشه هو مظبوط عندنا هوت على زاهيه، لكن هو ما كانش زاهي اصلا، هو كان طبيعي. شوف حتى الالوان بتختلف ازاي، يعني شوف الالوان بتبقى اروع بصراحه، فاحنا بنخليها على زاهيه وبس. هو ده الوضع اللي هو بتاع الشاشه، يعني اللي هو بتاع الالوان.
الميزه اللي بعد كده يا جماعه يمكن ناس كتير قوي ما تعرفهاش، وهي في منتهى الجمال طبعا في الاصدار اللي هو الجديد بتاع الاندرويد 10، اللي هو الوضع الداكن اللي احنا لما نفعله بيدينا شكل حاجه تانية خالص. طبعا لما بيكون بالليل او عايز تغير الاضاءه بتاعت الجهاز، لو انت متعود على الاضاءه البيضاء دي وانت عايز الوضع الداكن لو عايزه بالنهار او بالليل. طبعا احنا عندنا الوضع ده بنفعله ازاي دوت، بننزل بالستاره زي ما قلنا لحضراتكم اهوت كده، ونكمل بقيه الادوات اهيت. نيجي على الاختصار اللي هو اسمه الوضع الداكن دوت، تمام يا جماعه، ونعمل وندوس عليه. وبعد كده هو لسه مش متفعل، هندوس على حاجه اسمها التفاصيل، تمام. انت طبعا هو مش متفعل معاك لحد دلوقتي، اسف، تمام. احنا طبعا هنفعل الوضع الداكن الاول اهوت كده، اتفعل معانا يا جماعه. شوف الجهاز قلب بقى الوضع اللي هو المظلم او الداكن. طب لو عايزين نخصصه بقى كمان، في تخصيص كمان للجهاز يا جماعه، تقدر تستخدم الجهاز وقت ما تحب. لو عايز تعمل له جدول معين يقلب وضع داكن او يرجع للوضع الطبيعي في وقت معين، يعني لو دوسنا هنا على حاجه تشغيل كما هو مجدول هنلاقي ان في جدوله اهي يا جماعه، هو مظبوط هنا على جدول مخصص اللي هو وقت البدء من 7 مساء ل 7 الصبح، يعني 7 بالليل هو هيقلب لوحده وضع داكن، تمام. طب لو عايزين نعمل من غروب الشمس الى شروق الشمس بندوس هنا، تمام. هيطلب منك تشغيل موقع فانت بتشغله الموقع عادي، لكن هو ده جدوله للوضع الداكن لو انت عاوز تشغله وقت ما تحب، مش زي ما هو انت بتختاره يعني يدوي، لا انت ممكن تخصصه بحيث ان انت تشغله وقت ما انت عاوز. يعني ممكن برضو تغير الساعه اهيت، لو دوست على الساعه هنا وقت البدء دوت ووقت الانتهاء، هو مظبوط على 7 ل 7 ايه تاني يوم الصبح، تمام. ده بالنسبه للوضع الداكن يا جماعه، عشان بدل ما انت تعمله يدوي انت بتشغله بتخصيص معين او بطريقه ان انت يعني يبقى بوقت ما تحب يعني، تمام. دي الميزه اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي. الميزه اللي بعد كده يا جماعه في منتهى الاهميه، طبعا انا نفسي عانيت فيها منها اول ما جبت الجهاز، يعني هو متظبط موضوع اللي هي التاتش بتاعه متظبط على وضع معين اللي هو الوضع الافتراضي بتاعه. ساعات كده لما باجي اركب، انا بعد ما ركبت سكرينه للجهاز حسيت ان الحساسيه لللمس او لضغطه التاتش بتاعتي حسيت انها ضعيفه شويه، يعني فيها بعض الشيء يعني. ففي ميزه اقدر ازود بيها الحساسيه دي، ان انا اعالج بيها موضوع ان انا ركبت السكرينه او يعني قللت حاجه بسيطه كده من الحساسيه بتاعتها. فبندوس على الضبط وبعدين الشاشه، وننزل تحت كده تحت خالص على حاجه اسمها حساسيه اللمس. يمكنك زيادة حساسية لمس الشاشة لاستخدامها مع واقيات الشاشة، لان هم عارفين برضو ان واقيات الشاشة ممكن تؤدي للمشكلة دي. فلو دوسنا عليها كده بتزود لك جدا الحساسية بتاعت انك انت تلمس الشاشة بتاعتك بسهولة، تستجيب بسرعة مع الواقيات الشاشة اللي هي اللي بتأثر على الحاجات دي، تمام. ودي كانت الميزة بتاعتنا دلوقتي. الميزه اللي بعد كده يا جماعه ميزه جميله قوي موجوده في الاندرويد 10 زي ما قلنا، هي موجوده في الايفون طبعا. في هنا بيبقى هنا زي يعني زي ايقونه كده، بتبقى ايقونه اختصارات بيبقى موجود فيها انك تاخد لقطه شاشه، انك اختصارات يعني بتعمل بيها حاجات سريعه، هي مش موجوده هنا. طب انا عايز افعلها هنا اعملها ازاي؟ اول حاجه هعملها هنزل طبعا برضو على الضبط، تمام. بعد كده بننزل تحت كده نختار حاجة اسمها إمكانية الوصول، تمام. بعد كده في اختيار هنا اسمه تفاعل ومهارات، تمام. بعد كده بيبان قدامنا أول حاجة خالص اهي اللي هي قائمة المساعد دي، شايفينها اللي بنفعلها كده، تمام. لما بندوس عليها كده طبعا ظهر قدامنا اهوت يا جماعة قائمة المساعد اللي هو القائمة دي الأيقونة دي، لو دوسنا عليها كده طلعت لنا بعض الحاجات اهيت، حاجات سريعه كده من ضمنها صور الشاشه. في صور الشاشه لو دوست عليها كده هتاخد لقطه شاشه بسهوله جدا زي ما بتعمل بالطريقه العاديه اللي انت عارفها اللي هي بالباور والزرار اللي هو خفض الصوت. فقائمه المساعد دي حاجه سريعه جدا بصراحه، وبرده بدرجه الصوت، بتسحب والتكبير، تصغير، لوحه اشعارات، يعني بصراحه هي في منتهى الجمال، يعني بصراحه تساعدك جدا. هي موجوده في الايفون زي ما قلنا لحضراتكم، دي طريقه تفعيلها معانا هنا في الاندرويد. هنا في حاجه كمان يا جماعه ان شاء الله هوريها لكم، اللي هي موجوده في الجهاز الاي 71. هي المفروض انها في الافتراضي، بصوا كده الشاشه الجانبيه دي يا جماعه، هي انا بعتبر لها ملهاش لازمه قوي،
يعني هي مش تعتبر ملهاش اهميه قوي كبيره، لكن انا حبيت برضو انها ميزه اعرفها لكم برضو. يعني فيها عداد مسجل، البوصله، ضوء الفلاش، مستوى الصوت، يعني حاجات كده انت ممكن تحس ان انت محتاجها او ممكن حد يحتاجها يعني. تمام، اهو التطبيقات، دي التطبيقات الموجوده، وتقلب انت فيها كده تلاقي حاجات بتختارها، بتدوس كده على اي حته في الشاشه تروح. تمام، هي بتبقى موجوده كده في الجنب كده، يعني بتيجي بسهوله خالص يعني اهي. لا اسف، هي بتبقى لها مكان كده اهيت. تمام، فهي سهله جدا يعني، بتبقى موجوده اصلا في الجهاز يعني. ممكن انت لو مش موجوده متفعله عندك، انا ممكن اوريك بتفعلها ازاي عشان نفعل الشاشه الجانبيه دي لو حد ماشي عنده اهيت. انا عندي موجوده عندي اهي، بتدوس على الضبط تاني. تمام، بتدخل على الشاشه وبتنزل على حاجه تحت كده اسمها الشاشه الجانبيه اهيت، بتدوس عليها كده، هي متفعله عندي زي ما قلت لكم، هي لوحات جانبيه والاضاءه الجانبيه مفعله برضو، فاحنا بندوس على اللوحات الجانبيه، دوس عليها كده هي اختفت خلاص كده مش متفعله. تمام، لكن هي متفعله عندي. دي الطريقه بتاعت انك انت تفعل ازاي الشاشه الجانبيه. الميزه اللي بعد كده يا جماعه موجود عندنا في الجهاز حاجه اسمها سله محذوفات. سله محذوفات دي يا جماعه لو مسحت اي حاجه تقدر تستعيدها تاني خلال مده معينه. يعني هي موجود في عندك سلتين محذوفات، واحده في الاستوديو لو دوست عليها كده هنخرج كده اهوت، لو نزلنا كده اهوت الثلاث نقط ده همت اللي في الجنب دول، هنلاقي في حاجه اسمها سله المحذوفات، هندوس عليها كده هتلاقي كل الحاجات اللي انت حذفتها موجوده هنا. عايز تفضيها بتفضيها، عايز تستعيدها بتقدر تسترجعها عادي جدا يعني. في برضو سله محذوفات موجوده عندك في مدير الملفات اهوت، عند ملفاتي لو دوست على الثلاث نقط الفوقانيين دول هتلاقي في سله محذوفات برضو بنفس الطريقه. اي حاجه بتمسحها من على الجهاز بتفضل محتفظ بيها، الجهاز بيحتفظ بيها في سله محذوفات لمده معينه قبل ما يحذفها حذف نهائي من الجهاز. فدي طبعا ميزه كبيره ان انت لو حذفت حاجه تقدر تسترجعها تاني في اي وقت انت تحبه. بس هي عشان تبقوا عارفين برضو يا جماعه بتبقى محتاجه تفعيل انها تبقى متفعله عندكم. لو دوست على الثلاث نقط دول ودوست على سله المحذوفات، اسف، لو دوست على الثلاث نقط كده والضبط هتلاقي عندك حاجة اسمها سلة المحذوفات متفعلة اهيت. لو عملتها كده هي يعني لو لغيت التفعيل هيتحذف طبعا كل حاجة في الملفات، بس مش هيحفظ حاجة في سلة المحذوفات مرة تانية. أي حاجة بعد كده أنت مش هتعرف ترجعها تاني. فأنا مفضل إنها تبقى مفعلة بالشكل اللي أنتوا شايفينه ده. إن شاء الله هعمل لكم جزء تاني المميزات تانية في الـ A71 والـ A51 إن شاء الله، والأندرويد اللي هو إصدار 10. حاجة تانية يا جماعة عايز اقولها لكم قبل ما اقفل او انهي الفيديو، انا يعني انا بشارك مع حضراتكم التجارب اللي انا بعملها، يعني اي حاجة بكتشفها في الجهاز او بسمعها او معلومة بتوصلني انا بشاركها معاكم، لكن انا مش محترف. مش موضوع ان انا محترف او ان انا اعرف كل حاجة وكل كبيرة وصغيرة، كلنا مفيش حد يعرف كل حاجة ومفيش حد ما يعرفش اي حاجة، كلنا ناس عندها معلومة بتجيبها، فانا بحب اشارك المعلومة اللي انا بقولها تمام معاكم. لكن مش معنى كده ان انا يعني عارف كل حاجه او يعني ان انا يعني متعمق قوي في الموضوع. انا حابب المجال وبحب طبعا مجال الموبايل والاجهزه والمراجعات والكلام ده كله، ولكن مش قصدي ان من كده ان انا يعني محترف قوي في الموضوع. فانا اتمنى ان انا بس اقدر اكون بوصل لكم المعلومه بطريقه سهله. يمكن انا بس يمكن طريقتي مثلا مختلفه شويه، احس ان انا في ناس كتير ممكن تعلق يعني تحس ان انا مش قوي في الاداء بتاعي او كده، ولكن انا بحاول اشارك المعلومه. انا ما يهمنيش شكل ايه المعلومه بتطلع ازاي او الاداء شكله عامل ازاي، اهم حاجه ان انا المعلومه عندي بتطلع. والحمد لله ده انا شفته في فيديوهات كتير قوي وعندي على القناه، ناس كتير بصراحه مشكورين علقوا لي بالاعجاب وبالشكر، ويعني انا مش منتظر شكر يعني، الحمد لله كفايه ان انتوا الناس استفادت، ده كفايه عليا. ولكن برضو انا بحبيت ان انا اقول لكم الكلمتين دول عشان الناس ما تفكرش ان انا يعني حريف قوي او ايا كان يعني او كده، لان انا لسه برضو مانيش يعني مش متمكن قوي في موضوع الاداء ان انا اعمل فيديوهات. حتى يمكن الناس لاحظت ان انا ما بظهرش اصلا بصورتي، يعني انا كويس قوي ان انا بعمل الفيديو بالصوت والشرح بتاعي بيبقى بالشكل ده. معلش انا اسف طولت عليكم، ومتشكر ليكم، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.